السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 15 من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان كلمات التعازي. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس 15 تاسيالر سوزلري. بوشنز ساولسون، بوشنز ساولسون، باشن ساولسون. البقية بحياتكم. وكيف كنقولوا حنايا بالدارجة ديالنا؟ البركة في راسكم. الله صبر فيرسين، الله صبر فيرسين، الله صبر فيرسين. الله يصبركم او الله يمنحكم الصبر، او كيف كنقولوا حنايا بالدارجة ديالنا الله يصبركم او الله ينزل عليكم الصبر. الله باشكا اجي دوسترمسن، الله باشكا اجي غسترمسن، الله باشكا اجي غسترمسن. الله لا يريكم اي الم اخر، او كيف كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا لا يقدر عليكم عاوتاني شي مصيبه واحده اخرى بحال هذه. مكان جنت اولسون، مكان جنت اولسون، مكان جنت اولسون، ليكن مثواه الجنة. كيف كنقولوا حنايا بالدارجة ديالنا الله يرزقو الجنة والله يدخلو الفردوس الأعلى. الله تكسيراتني أفتسن، الله تكسيراتني أفتسن، الله تكسيراتني أفتسن. الله يغفر ذنوبه. ونفس الشيء كنقولوا بالدارجة ديالنا الله يغفر له الذنوب ديالو، الله يتجاوز عن خطاياه وعن سيئاته وعن تقصيراته. الله سيزلري özün ömür versin. Allah sizlere özün ömür versin. Allah sizlere özün ömür versin. Allah يعطيكم العمر الطويل، او كيف كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا الله يطول في العمر ديالكم. Allah Eyüp sabrı versin. Allah Eyüp sabrı versin. Allah Eyüp sabrı versin. الله يعطيكم صبر أيوب. نفس الشيء كنقولوا بالدارجة ديالنا الله يعطيكم صبر أيوب. بو دنيانن هالي بوغن سانا يرن بانا، بو دنيانن هالي بوغن سانا يرن بانا، بو دنيانن هالي بوغن سانا يرن بانا. هذا حال الدنيا، اليوم أنت غدا أنا. نفس الشيء كنقولوا بالدارجه ديالنا هذه هي حال الدنيا، اليوم ممكن تكون انت اللي غادي تموت وغدا ممكن انا اللي غادي نكون ميت. الله رازي اولسون، الله رازي اولسون، الله رازي اولسون، الله يرضى عليكم. نفس الشيء كنقولوا بالدارجه ديالنا الله يرضى عليكم. الله راهمت ايلسين، الله راهمت ايلسين، الله رحمته ايلسن، الله يرحمه. نفس الشيء كنقولوا بالدارجه ديالنا الله يرحمه. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.